معك على خشمي. بعلمك هذا في واحد بيطلع المصري من المصريين وذا. هذا في واحد عندها اخوان اثنين، الاخوان اثنين امهم كويتية، واخوهم الثالث اللي من امهم اللي من ابوهم امه من هي مصرية. يوم طرحهم تقول مصرية ما مصرية، انهم انفروا اخوهم قالوا انت ولد مصرية، انا وانا بيك انا مدري ويش جينا. خدمهم وين راح؟ يسكنوا في عمارة. عمارة تخيل يسكنوا في عمارة. ام اخوهم يعني مرددين رجيل اخوهم يسكنوا في عمارة، سكن في عمارة هو امه. لف على امه قال يا امه، قال بإذن الواحد الأحد، بإذن اللي ما تنام عينه، شوف بإذن اللي ما تنام عينه، لا خليس تختارين أطلق بيوت في الكويت، وإن خليس تركبين أطلق سيارة صنعت في العالم ومع سايقة. بس قال شنو؟ أعطيني فرصة. انتظري. قال أعطيني فرصة، رجب متوضب. هذا زي اللي صارت مناوشات يعني بالبيت، صح؟ ها؟ صارت زي المناوشات يعني. شلم طلع. ايه شلم طلع. ايه وياخذ اسمع، قاعد عند امه شوي كذا، مر سنه ولا قالوا افتحوا ضباط. قدم على ويش؟ ضباط من غير واسطه، من غير الو فلان تكفى كلمني اختباراتي ولا شو مدري شنو. قدم كذا قاعد عند امه، قال ان قبلوني بخير وبركه، ما قبلوني خيره. والله العظيم ريت انه قاعد كذا يومين دزوا رسالة تم قبولك، تعال راجعنا للفحص مدري ويش، ويروح يفحص وخلص مقابلة وخلص كل شيء. راح البيت بعدها بأسبوع دزوا له تم قبولك رسميا. رزقه ما شاء الله، شوف رزقه. بلغ أمه بشر أمه قال يا أمه مدري ويش بيحبون أخوانه. لا اسمع السالفة انقبل في الضباط، لا أبوه لا اخوانه ما باركوا، دقوا عليه مبروك ولا قالوا له شيء. والله يا ريجيل ما اسمع يا عبد الله اصبر، ما قالوا له مبروك ولا قالوا له شيء، امه اللي مستانسه. شوف امه هذه، ما ادري لهم واحده دي. قال مبروك الله يوفقك يا رب. انا احسب عنده هربه. اسمع قال يلا رح، هو ما عنده الا ام واحد. اسمع قال يلا رح مسكين. كيف ما عنده الا ام؟ هو على اساس اللي جده هو دحين ترى حزير على ما يا قطعت قطعت. لا لا عشان مسرحيه يلا خليكم مسرحيه يلا يلا انا بحث عبد الرضا يلا خلاص عيل زين راح نستغرب المعلومه ام واحده بابا انا شيك. اسمع انا راح عند امي قال يا يما انا بمشي وحط شنطته وملابسه خلاص دوره 40 يوم عندنا في الكويت تقعد 40 يوم ما تطلع لبعض محجوز زي خلاص انت دق 40 يوم بعد 40 خلاص الخميس جمعه تطلع على اهلك ترجع السبت. انا هم تمر الدوره مدتها سنتين وتخلص السنتين. اي ضباط اول على سيستم اول. لا ضباط بس الحين لا 4 سنين بس انه ما هو يدرس يطلع ما في ادري شطله حبيبي. لا دش تدرس دش تدرس تندق تخلص تكمل يلا نوم دش قوم الفجر الساعه 3 اي حسب انه قاعد يقول كذا. المهم خلص دورته يرجع عند امه مو لازم مره سنين مو لازم اول نقيب مقدم ما شاء الله عقيب مقدم ثبت على مقدم اي ثبت على مقدم منه ضبطت شنو؟ اموره قام شنو يكون؟ حلقات من علاقات صح لا من علاقات بالضبط. شفت هلا حد عادهم في العماره ما شاء الله تبارك الله عادهم في العماره ما اخذ قرض وقوم يسوي بفتح بيت ضبط علاقته من علاقته منه مع هذا تعال هنا هذا واحد من اللي صلحوك وهذا واحد من هنا وهذا واحد من هنا عرفت اللي خلاص ضبط اموره. الحين صار الكره وين؟ ملعبه الحين صح ولا لا؟ صارت سالفه ما صارت سالفه تدخل فزع الرجال رجال من الكبارية فزعله ووقف معه واثبت انه وقف معه فالرجال لك على حق فهمت بس انه مظلوم فهمت علي؟ فزعله طلع من وش؟ مشكلة من طلع من السجن من شر رتبة ذاك فريق وكيل وزارة ذاك شلوا ولعبوا فيه وبهدلوا فزعله لان الرجال لك صاحب حق. المهم دبر روح لامه دقوا عليه سلامك سلام شلونك شكلك طيب شكلك بخير قال هلا والله اختر اطلق بيت تبي تسكن فيه في اي منطقه اكبر شوف ها والله العظيم والله يا ريت شوف ايش قال ها
قال اختار البيت اللي انت بيه في الكويت، شو البيت اللي تبيه، اي موقع تبيه اختاره، ولك مساحه 1000 متر. شوف عندنا كم، عندنا كم، عندنا كم في الكويت؟ 400 متر، 400 متر، 700 متر، 1000 متر. قال ابنى بيتك مو شغل، ويبني بيته، واختار البيت، واختار المنطقه، واختار البيت وضبط بيته وخلص. موجود هو الحين. حلو، اسمع، ويقوم قال يلا مصممين ومصممين حق البيت. عرفت مصممين الهارود حق لندن والفور سيزون يصممون حق الفور سيزون، هم اللي صمموا بيته. شوف هم اللي صمموا بيته، احسب على التصميم كم طلع. كلف بيته، كلف بيته 2 مليون دينار كويت. يا يبه كم يساوي؟ يعني 60000 فيها مليون ريال، 60000 دينار فيها مليون ريال. لا لا 87000، 87000 فيها مليون ريال. مليون ريال يعني يقول بنت المليون ب 13 20 مليون، 20 مليون، 20 مليون، 20 مليون، قول 20 مليون، 26 مليون، 26 مليون، 26 مليون. ضبط بيته، ضبط كل شيء، خلى بيته افضل بيت المنطقه. المهم تم ايداع، تم ايداع، تم ايداع، تم ايداع، تم ايداع، تم ايداع، سكت ملايين حساب رب رزقه. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. دعوه من؟ والله هم مظلومين بعد. ويجونه اخوانه. اي ايش قلتك انا؟ بجوف وانا متى طيب؟ اني انا داير عقب ما جاه النور. عايض ابي السالفه. اي اسمع شوفونه شوف 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 ايش سوى يا عايض. والله يا عايض راح تنصدم. ما له الاخ ولا الاخ. شوف شوف وجونه كلهم هو بيته ما شاء الله. تخيل انت قدام يعني في الديوانيه عنده، احنا جينا سيرنا عليه في الديوانيه عنده مسبح، مسبح كبير يعني موجود للحين الرجال. اي موجود حي الرجال. لحد الحين بيذبح العرب كله. اي حي ما شاء الله رجلنا بيحلب العرب الحين كلهم. شوف السالفه اخوان ابي اموت. لا بالعكس حسابه ترى حلوه، بالعكس ترى سالفه حلوه اخوانه. طيب وش لا اوكي اسمع السالفه الحين انت هو بيضم. خليه خلص، خليه خلص، خليه خلص السالفه بعدين. روح حق محمد اخي والله ما راح يصير لك مشاكل. لا بالعكس لا لا ما حد يعقب له ترى. شوف انزل انزل بس زين الناقد ضح. جو اخوانه، جو اخوانه، جو اخوانه عقب ما بنى. مو صد بوزه لا تكلمت راح تدودشني والله. خلاص جو اخوانه دودح دودحني والله. وقفنا هنا جو اخوانه خلاص كمل. دود صوتك يشق لدن يا غالي. وشفت شاربي هذا؟ شفت شاربي هذا؟ شوف 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 هذا الحلقه موس بكره اجل بث ما في شعر. اوكي بس قول قصيده بس زين تسريح قوي. اي من الامل من الامل قهرني كل ما تكلم. خلاص تعود من الشيطان، قول اعوذ بالله من الشيطان، قول اعوذ بالله من الشيطان. جو اخوانه، اي اصلا جو اخوانه، جو اخوانه طلعهم والله انا طلعهم كذا طلعهم. قال ايش تبون؟ قال ايش تبون؟ قال ايش تبون؟ قال ما نبي شيء، جايين نسلم عليك، نبارك لك في بيتك، نبارك لك في منزلك، نبارك لك في رتبتك الجديده، ما ادري ويش. قال والله ذا الحين يوم اقبلوني ما جيتوا وتدرون انه قبلت وما ادري ويش. انت يا فلان داوم في المكان، انت الداوم في المكان اللي انا فيه اللي عندك فيه. يبقون اخوان ما جيتني وما ادري ويش. قال خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. رجلك من بعد ما الله غناه ذا عنده مندوب. كيف مندوب؟ عنده مندوب اللي يجيب اوراق يعني ماسك اعماله فهمت؟ يعني شعر كمندوب. اي بالله شعر رجال. لف عليهم قال كم عليك في البنك؟ قال على المبلغ فلان. قال كم عليك في البنك؟ قال المبلغ فلان. قال سجل اللي عليهم كلهم، جيبوا تقارير شهاداتكم وشهادات الراتب حقتكم اللي عليه من البنك، من البنك نفسه كم عليكم قرض. ايوه ايوه ووقع على الشيك. هذا اخوانه. اي الاخوان يقول وقع على الشيك سدد المديونات اللي عليهم كلها. مطلق دراسه ومطيبه قسما بجلال الله. جابوا اخوانه، جابوا ابوانه، حطهم في البيت ولا اعطاهم سيارات مديرة السنه كلها. هذا فلوس تزهاله وعطى اخوانه مديرة السنه. شوف جوب مديرة السنه وكل سنه كما ينزل جيب جديد اعطاهم اياه. الله يستر. طيب الله. هذا من هو؟ هذه دقيقه دقيقه. صل على النبي، صل على النبي. انا وش قلت لك قبل شوي؟ انا قلت ادري النهايه تنهى طيب بيضم اخوانه معه صح؟ لا خلني انا اكمل صلاه من عندي انا احسن. صح ادري انا ما ابي انا اقصد كذا. انت تقول السامي هاته حلوه، انا اقول حط نفسك انا بحرق. دقيقه تشعر 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 فهمت قصدي؟ لا لا بشعر بشعر يا قال لا لا عدل يا قال. ما ادري ايش تقول. يلا لا 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 يلا يا لا 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 يا لا 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 ل